بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا. ثانوية عشتار الأهلية للبنات للصف الثاني متوسط. بناتي أخذنا الفصل الثاني الأعداد الحقيقية، وش وضحت لكم شنو الأعداد الحقيقية. اليوم راح ناخذ خصائص الأعداد الحقيقية. عندنا الخاصية الأولى، ما راح أعطيكم كل الخصائص وتتراكم المادة عندكم والمعلومات. نبدي بخاصية خاصية ونفصلها حتى نستوعب الموضوع وننتقل للخاصية الثانية. درسنا هذا اليوم راح يكون خاصية التجميع والإبدال والتوزيع. راح أجزئ الخاصية، راح أخذ الفقرة الأولى خاصية التجميع، والفقرة الثانية خاصية الإبدال، والفقرة بعدها خاصية التوزيع. أشتغل على خاصية خاصية حتى يكون عندي اطلاع عنها. خاصية التجميع عندي منطيني كقانون يقول إذا كان A زائد B زائد C، راح أقول أقدر أني أقول يساوي A زائد B زائد C. انتبهوا لي بنات، أول فقرة راح أجمع الـ A والـ B، والناتج مالتهم أجمعه ويا C. نفس الحالة راح أقول تساوي إذا أخلي الـ A وحدة وأجمع الـ B والـ C وناتجهم أجمعه ويا الـ A، على شرط إنه الـ A والـ B والـ C ثلاثتهم ينتمون للآر، المن ينتمون للأعداد الحقيقية. راح أوضح لكم بمثال. منطيني مثال 3 زائد 4 زائد 5، طبعاً بالمثال منطيني فقط بالكتاب، العفو، منطيني فقط بالجذور. أنا وضحت لكم مثال أول على أعداد صحيحة حتى تكون استيعابكم للمادة أفضل وأسهل. راح أقول يساوي أول فقرة أجمع الثلاثة والأربعة وناتجهم أجمعه ويا الخمسة، لازم يكون يساوي 3 زائد 4 زائد 5 وأجمع الأربعة والخمسة وناتجهم ويا الثلاثة. خل أشوف، هو يقول لازم يساوي، خل أشوف يحقق هذا الشيء. عندي 3 زائد 4 عندي 7 زائد 5 تنزل، يساوي تنزل الثلاثة وحدها زائد تنزل، أربعة زائد خمسة عندي تسعة، راح أجي سبعة زائد خمسة هذا راح يساوي عندي 12، واضح؟ اللي يساوي تنزل ثلاثة زائد تسعة، ثلاثة زائد تسعة كذلك 12. إذا الناتج بناتي مساوي لو ما مساوي؟ إذا الخاصية عندي تحققت لو ما تحققت؟ بنات هذا لا تعتبروه مثال خارجي، أنا وضحت لكم إياه بأعداد صحيحة حتى يكون استيعابكم للمادة أسرع. واضح ماما؟ المثال الموجود بالكتاب بهاي الصورة يقول إذا أسوي تجميع الأول رقمين لازم يكون يساوي تحت الجذر 3 زائد تحت الجذر 2 زائد تحت الجذر 5. هاي الصورة منطينيها بالكتاب، راح أجي أقول تحت الجذر 3 زائد تحت الجذر 2 جذور مختلفة راح ينزل نفسهم تحت الجذر 3 زائد تحت الجذر 2، أسد القوس، زائد جذر 5 ينزل، ما عندي أي رقم يطلع من تحت الجذر، جذر 3 ينزل زائد قوس جذر 2 زائد جذر 5. طبعاً بناتي هنا بالكتاب مختار أرقام بسيطة تحت الجذور، أرقام صغيرة بس دا يوضح لي إنه الخاصية هنا تتحقق. واضح بنات؟ إنه أنا هنا أخذت لكم أعداد صحيحة حتى بالجمع راح تشوفون شلون تكون متساوية. واضح ماما؟ أما هنا إذا عندي جذور كبيرة وتطلع من جذر التربيعي أكيد راح أطلعها من تحت الجذر وراح أشتغل، وراح أوضح لكم إياها أكثر بتأكد من فهمك إن شاء الله. راح أخذ الخاصية الثانية هي خاصية الإبدال. شنو المقصود بخاصية الإبدال؟ يعني إذا عندي A زائد B لازم يساوي B زائد A، يعني من أقلبهم، وكذلك بالضرب A في B لازم يساوي B في A، شرط A وB لازم يتمون للأعداد الحقيقية. زين راح أجي أتأكد من هذا الحكي، شنو يساوي؟ يقول خاصية الإبدال إذا الأربعة زائد ثلاثة لازم تساوي الثلاثة زائد أربعة. خل أشوف حكي صح لو مو صح. أربعة زائد ثلاثة سبعة، يساوي ثلاثة زائد أربعة سبعة.
إذا اكو مشكلة؟ لا ماكو، خاصية الإبداع تحققت. راح أشوف إذا نطاني جذور. يقول جذر 2 في جذر 5، بما أنه هي خاصية إبداع لازم تساوي جذر 5 في جذر 2. جذر 2 في جذر 5، عندنا من خواص الجذور ينزل الجذر وأضرب الأرقام تحت الجذر. 2 في 5 يساوي هنا كذلك جذر 5 في 2 تنزل. هسه راح اجي اقول تحت الجذر 2 في 5 ينزل الجذر 2 في 5 10 يساوي تحت الجذر 5 في 2 كذلك 10. اذا جذر 10 يساوي جذر 10 يساوي. طبعا اكو البعض راح يسال ليش هنا ما جمعت بنات بالجمع ما اقدر اجمع الا تحت الجذر مساوي. في حال انطي جذر كبير لازم احلل واساوي الجذور يلا اشتغل، اما اذا الجذور ما مساويه ما اقدر العب ينزلون كما هم. واضح؟ هسه هنا بالضرب اوكي عادي ضربت. واضح بنات؟ راح اجي على الخاصيه الاخيره خاصيه التوزيع. شنو المقصود بخاصيه التوزيع؟ اذا نطاني اي مضروبه ب زائد سي راح ادخل الاي على الاول وادخلها على الثاني، تصير اي في بي زائد تنزل اي في سي، على شرط انه الاي والبي والسي ينتمون الى الاعداد الحقيقيه. عندي ملاحظه يقول عمليه الجمع لا تتوزع على عمليه الضرب. عمليه الجمع ما تتوزع على عمليه الضرب، لكن عمليه الضرب هي اللي تتوزع على الجمع. منطيني مثال، طبعا المثال الاول من عندي اني نطيتكم اياه حتى يصير عندكم الموضوع سهل وتستوعبوه. راح اجي اقول الثلاثه اضربها بالعدد الاول واضربها بالعدد الثاني. 3 في 2 تصير عندي 3 في 2 زائد تنزل 3 في 5 ويساوي 3 في 2 6 زائد 3 في 5 15 ويساوي 6 زائد 15 21. واضح بنات؟ عندي المثال الثاني اللي هو موجود بالكتاب. المثال الثاني ماما هو اللي موجود بالكتاب، يقول جذر 7. طبعا بنات بما انه بعد العدد باعوا لي هنا الثلاثة وجذر 7 مباشرة قوس، معناها بين الجذر 7 وبين القوس اكو ضرب. اكو شنو؟ ضرب. حتى اذا ما اوضح لكم هي علامة ضرب. معناها الجذر 7 لازم اضربه بالجذر 3 والجذر 7 لازم اضربه بالجذر 5. جذر 7 في جذر 3، جذر 7 في جذر 3 الزائد تنزل. جذر 7 في جذر 5 هي جذر 7 في جذر 5. واضح بنات؟ اقول يساوي. إذا تكون بين الجذور جمع ما أقدر أشتغل، مثل الخاصية الأولى بين الجذور جمع أعوفة ما أقدر أجمع إلا إذا كانت الجذور متشابهة. أما إذا كان ضرب مثل ما سويت هنا بالخاصية الثانية، أخذ جذر كبير وأقول 7 في 3 زائد جذر كبير وأقول 7 في 5 يساوي تحت الجذر 7 في 3 21 زائد تحت الجذر 7 في 5 35. واضح بنات؟ طبعا هنا راح تيجي عندي جذور كبار. انا علمتكم بالفصل الاول من عندي جذر كبير ايش اسوي؟ احلله على صفحه واشوف بلكي تطلع عندي ارقام مساويه تحت الجذر واقدر اجمع واطرح. في حال ما عندي ارقام مساويه بجذور مختلفه ما اجمع واطرح. واضح بناتي؟ الموضوع بيشكال؟ ان شاء الله تكون الماده ما بيها شيء.